متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأها بتوقعاتها الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور، حيث يسود طقس صافي 13 درجة مئوية، متوقع الملموس 12، الرطوبة 54%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. توقعات الطقس لباقي مناطق المملكة اليوم غد الاثنين، نبدأ بالمنطقة الشمالية، إربد طقس صافي 25 إلى 14، عجلون 24 إلى 12، جرش 24 إلى 13، المفرق 26 إلى 15. بالنسبة للمنطقة الوسطى، البلقاء 26 إلى 15، مأدبة 25 إلى 13، عمان 23 إلى 13، الزرقاء 26 إلى 15، البحر الميت 32 إلى 20. أما بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 22 إلى 12، الطفيلة 23 إلى 15، الشبك 24 إلى 13، العقبة 33 إلى 23، أما معاريح نشطة وأتربة مثارة 27 إلى 15. أما بالنسبة للمنطقة الشرقية، أرويشة 30 إلى 16، الصفاوي 29 إلى 14، أما الأزرق 31 إلى 17. إلى اللقاء.